طبعا لا شك ان كان المستفيد الاكبر من ضعف الدولار الامريكي وتراجعه بشكل شديد جدا هو الذهب في المقام الاول. يمكن الاسباب الرئيسيه وراء تراجع شديد للدولار الامريكي هو صدور بيانات اقتصاديه مهمه جدا، واللي بتعكس معدلات التضخم الامريكي وهو مؤشر اسعار المستهلكين، واللي تراجع للمره الثالثه على التوالي من 3.9% ال 2.9%، بالاضافه كمان ان تراجع وتباطؤ مؤشر اسعار المنتجين اللي برضه يعتبر من ضمن مؤشرات التضخم الامريكيه. طبعا ده في حد ذاتها ادى الى تراجع الدولار الامريكي بشكل عنيف جدا، وده ادى الى الاستفاده الكامله من قبل الذهب. ده على الرغم بان الصين توقفت عن الشراء لمده اللي هو الشهر الثالث على التوالي، ولكن استفاد الذهب لان ده بيتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسيه، والذهب اللي ذكرناه في المره السابقه. احنا قلنا ان مجرد ان تواجد الفدرالي الامريكي لخفض معدل الفائده هذا ليس كافي، ولكن لازم ياتي بالتزامن مع التورات او احدى العوامل اللي ممكن يعزز من بريق الذهب زي التورات الجيوسياسيه. يمكن كان في مخاوف كمان من حدوث ركود اقتصادي اعمق من ان يكون ناعم، يمكن حصل نوع من انواع الاسواق تعافت من هذا الامر، ولكن في نفس الوقت التوتر الجيوسياسي هي اللي عززت من صعود الذهب مع توجه الفدرالي الامريكي لمسار السياسه التيسيريه اللي هو بدايه اول خطوات السياسه التيسيريه بخفض معدل الفائده في اجتماع سبتمبر القادم. طيب دكتور محمد، بالنظر الى المشهد الاقتصادي والجيوسياسي الحالي، يعني نتوقع بالطبع بدء وتيره خفض اسعار الفائده في اجتماع سبتمبر، وربما هدنه او وقف لاطلاق النار في غزه، بالتالي ما مدى استدامه هذا الارتفاع في الاسعار؟ جميل جدا السؤال. الحقيقه احنا نتوقع بعد وصول الذهب لمستويات يعني قياسيه وقمم جديده، اتوقع ان الماضي ديت اتوقع ان ممكن نشوف او نشهد عمليه تراجع للذهب في الفتره الجايه، لان الحقيقه يمكن الاسواق يمكن كان ما بين تسعيره 50 نقطه اساس و25 نقطه اساس في اجتماع سبتمبر، ولكن شوف يمكن الاسواق كانت بلغت في رده الفعل في بسبب صدور بعض البيانات الاقتصاديه العنيفه خاصه بمؤشر التوظيف، وده اللي خلى في مبالغه من الاسواق الماليه بحدوث ركود اقتصادي. ولكن الامر ده يمكن تم معالجته بانه قد لا يحصل ضرر كبير جدا في الاقتصاد الامريكي، خاصه بعد صدور معادلات اعاده الابطال الامريكيه. ولكن في نفس الوقت ان احنا هناك استيعاب للتوتر الجيوسياسيه زي ما حضرتك تفضلتي، الاستيعاب ده ممكن يعزز من الاصول الخطره وزي الاسهم الامريكيه زي العملات المصفره، ولكن ده هيؤدي طبعا بالتالي الى تراجع الذهب. طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده خفض معدل الفائده ليس كافي، لان خفض معدل الفائده مع يعني تهدئه الاوضاع الاقتصاديه او ما فيش مخاوف اقتصاديه او مخاوف سياسيه، فطبعا ده يعزز من الاصول الخطره. اما خفض معدل الفائده خلال الفتره الجايه مع وجود بعض التوترات او تصاعد التوترات الجيوسياسيه، طبعا لا شك ان هو يعزز من ده. لذلك احنا نتوقع الفتره الجايه هنشوف التراجع للذهب خلال الفتره الجايه اللي جايه، لان الاسواق هتبدا تستوعب الازمات الحاليه. احنا بس ما عندناش غير بس امر مهم جدا هنبدا نركزه الفتره الجايه، هو الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، بالاضافه كمان ان الاسواق في انتظار امرين مهمين خلال تداولات هذا الاسبوع. عندنا اللي هو كلمه جيروم باول في منتدى جاكسون هول، وكمان وعندنا محضر اجتماع الفدرالي الامريكي اللي هو هيبدا نستكشف منه مسار السياسه الناديه للفدرالي الامريكي. دكتور محمد، دعني فقط اتطرق بشكل سريع الى اسعار الفضه كذلك، يعني في حين كنا تابعنا مكاسب قويه على اسعار الذهب، المكاسب كانت اكبر على اسعار الفضه على مدار الاسبوع الماضي، هل هذا عام الفضه؟ الحقيقه اتعلمنا من الازمات السابقه ان الفضه بيتميز فعليا عن الذهب بان هو بيعمل قفزات سعريه تتخطى الذهب. يمكن في ايام الكورونا القفزات السعريه اللي قام بيها الفضه كان اعلى بكتير من الذهب، وده اللي يمكن دايما بنشير اليه. لذلك اتوقع تحسن مزاج الاسواق الماليه
بسبب بعدم ضرر الاقتصاد الامريكي، وخاصه كمان نعم بعد صدور بعض التوقعات من بعض البنوك بان الاقتصاد الامريكي لن يتضرر بالشكل اللي كنا يعني بنسعره سابقا، فده في حد ذاته ممكن يعطي التعافي او التعافي للاسواق والاقتصاد الامريكي، نعم وبالتالي يبعد عننا موضوع فكره الانكماش الاقتصادي او الركود الاقتصادي القوي. وطبعا ده لا شك ان ده يزيد الطلب على الفضه في الفتره الحاليه، لان ده بيعد يعني ده الى حد كبير ان هو بينتعش الفضه مع تزايد النمو الاقتصادي نعم او تزايد الامال بتعافي الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي.